مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. كالمعتاد هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لتوضيح الرؤية قصيرة الأجل في مؤشر S&P 500 Index، وزي ما حضراتكم شايفين الموجة السابقة انتهت بنمط يصنف قمة مزدوجة. معالم هذه القمة المزدوجة كانت الفشل في تجاوز مناطق المقاومة حول 6100 نقطة، ونخلي بالنا أن القاع الأوسط فيما بين هاتين القمتين كان يصنف دعمه خطا، يصنف دعمه كان كما تقول الكتب خط رقبة، نيك لاين، لأن الخط ده كسره الأسفل يعلن عن اكتمال النمط وتحول الصعود إلى هبوط. وبعدما كانت 5800 كمناطق تصنف دعما أصبحت تعتبر مقاومة. اتكلمنا من حوالي 5 أيام تقريبا أو 6 تقريبا أن قدرة مؤشر S&P 500 Index على الإغلاق يوم الجمعة فوق 5500، ده معناه أن الحركة الصاعدة مستمرة إن شاء الله، وخاصة إذا جاء افتتاح يوم الاثنين أيضا فوق 5500، فده معناه أن 5800 ستكون مستهدفا على الإطارات الزمنية القصيرة الأجل، وستدور هناك معركة في أغلب الظن إن شاء الله يتم تجاوزها لأعلى نحو 6100، وهي المحطة قصيرة الأجل القادمة المستهدفة حول المناطق التي انعكس منها في السابق. وهنا حول 600 ستكون المعركة بين المشترين والبائعين أشد قوة وأشد قسوة، والذبذبة هتكون هناك أعنف بكتير من 5800، لكن على الأقل عارفين أن مستهدفات السوق على الإطارات الزمنية القصيرة تتراوح في حدود 300 نقطة ما بين 5800 و600. ما ننساش نقطة مهمة للغاية، إن أي تداول ورقي في متاجرات افتراضية في الوقت الحالي يعتبر هاي ريسك نظرا للظروف الجيوسياسية وتحديدا السياسية والاقتصادية بسبب قرارات ترامب المفاجئة والصادمة في الداخل وفي الخارج، مما ينعكس على ذبذبة عنيفة للغاية في أداء مؤشرات السوق تتسبب في ارتفاع المخاطرة، وبالتالي لا يجب أن يزيد أبدا التداول الورقي في استخدامه للكاش الافتراضي أكثر من 20% حدا أقصى من الكاش الافتراضي المتاح. تقسيمتهم على 5 صفقات، على 10 صفقات، يعني كلما زادت الصفقات الافتراضية المفتوحة كعدد من أجل تقسيم الكاش الافتراضي على عدد أكبر من الصفقات كلما كان ذلك أفضل، لأنك لو فتحت صفقتين افتراضيتين كل واحدة منهم 10% من الكاش الافتراضي، ده معناه أن الكاش مركز في صفقتين فقط، وده يعلي من عنصر المخاطرة. بينما لو نفس الكمية الافتراضية تم تقسيمها على تداولات افتراضية بعدد أكبر، مثلا نقول 10 صفقات افتراضية، فده معناه أن كل واحدة منهم ممكن تبقى في حدود 2% من الكاش الافتراضي حدا أقصى. طبعا وارد التوزيعة تختلف، لكن المعنى مفهوم. نلتقي على خير إن شاء الله في عطلة الأسبوع الحالي، وهنركز على تلبية طلبات المشاهدين أكثر خلال يوم السبت والحد والاثنين صباحا إن شاء الله. كان معكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.